بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من النفط والطاقة. أنا ميساء القلة. نخصص حلقة هذا الأسبوع من مؤتمر الطاقة العالمي في دورته 24 الذي تستضيفه إمارة أبوظبي بمشاركة أكثر من 500 رئيس تنفيذي وأكثر من 71 وزيرا. فلنتابع تفاصيل هذا المؤتمر. قال نائب وزير الطاقة الأمريكي على هامش المؤتمر العالمي للطاقة إن الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء مشتريات الصين من النفط الإيراني، مضيفا إن المسؤولين الأمريكيين سيناقشون المسألة مع الحكومة الصينية. قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي إن الطرح العام الأولي المحلي لأسهم شركة النفط الحكومية سيكون إدراجاً أولياً، لكن الشركة مستعدة أيضاً لطرح دولي. قال وزير النفط الهندي إن تكلفة مشروع التكرير والبتروكيماويات الذي يجري تشييده بالتعاون مع أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ستزيد عن مستواها الذي كان مخططا له في الأساس والبالغ 45 مليار دولار. قال وزير الكهرباء العراقي إن بلاده ستواجه صعوبة في توليد ما يكفي من الكهرباء إذا لم تواصل استخدام الغاز الإيراني لمدة 3 أو 4 أعوام أخرى، مشيرا إلى أن العراق يملك حاليا طاقة إنتاجية قدرها 18,000 ميجاوات ارتفاعا من 12 إلى 15,000 في العام الماضي. في ظل التحول الحاصل في جميع المجالات المتصلة بقطاع الطاقة بما في ذلك تبدل دور مستخدمي الطاقة من مجرد مستهلكين إلى منتجين، أوجد الحاجة إلى نوع جديد من السياسات والتشريعات والحوكمة، حيث استضافت أبوظبي مؤتمر الطاقة العالمي في وقت يواجه القطاع تحديات أبرزها التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية. ويشكل مؤتمر الطاقة العالمي 2019 منصة حوار عالمية لقادة الحكومات والقطاع والمستثمرين والمبتكرين وخبراء الطاقة لدراسة ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين والمستهلكين وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى عرض الدول والشركات أحدث التقنيات المبتكرة في هذا القطاع الحيوي. المناقشات دارت أيضاً حول دور الطاقة النووية وغاز الهيدروجين وغيرها من مصادر الطاقة غير التقليدية التي تلعب دوراً هاماً في الانتقال إلى النظام البيئي للطاقة. وتأتي هذه النسخة من المؤتمر الذي حضره حوالي 70 وزيراً ونحو 500 شركة طاقة عالمية في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الطاقة في العالم فرصاً جديدة وتحديات ناتجة عن التطورات المتسارعة في التقنيات الحديثة والتحول في الطاقة، والتي نتج عنها ظهور مصادر جديدة للطاقة لتسهم في جهود مكافحة فقر الطاقة وتخفيف الانبعاثات في العالم وخلق فرص عمل جديدة ومنح فرص استثمارية للقطاع الخاص. وعلى هامش مؤتمر الطاقة المنعقد في أبوظبي بدورته 24 تحدث أمين عام منظمة أوبك محمد باركندو لسي إم بي سي عربية، وذكر أن المنظمة تتجه لتوازن السوق من خلال التعاون ما بين دول أعضاء أوبك والأعضاء من الخارج. دعوني أقول الأمور المهمة أولا. إذا تذكرت في الدورة النفطية الماضية التي بدأت في خريف العام 2014 واستمرت حتى 2016، كانت الأسوأ في التاريخ، وأوبك تصدت للموقف إلى جانب شركائها من خارج أوبك من أجل استعادة الاستقرار في أسواق النفط، وبقينا نعمل مع شركائنا من الاتحاد الروسي منذ يناير 2017 وحتى الآن. هناك استمرار للمحافظة على التوازن في السوق، وقد أظهرنا دون أي شك قدرتنا واستعدادنا لمواجهة التحدي كلما كان الأمر يستدعي ذلك. وفيما يخص أسعار النفط، تحدث محمد باركندو لسي إم بي سي عربية بأن المنظمة استطاعت أن تضبط الأسعار من خلال إعادة التوازن إلى السوق. لقد أظهرنا خلال السنوات الثلاث الماضية تقريبا ليس فقط قدرتنا
وإنما قدرتنا الفعلية حتى على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وتطبيق هذه القرارات بالكامل بما يرضي الجميع. ونحن عازمون على الاستمرار في التعاون مع الشركاء من خارج منظمة أوبك لضمان المحافظة على الاستقرار النسبي هذا في الأسواق. وفي لقاء خاص مع سي ام بي سي عربية، تحدث وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، وذكر بأن عودة 900 ألف برميل من النفط الإيراني إلى الأسواق سيحدث ربكة، ويجب على الدول الأعضاء والخارج أن يجتمعوا لوضع الإجراءات المناسبة لاستيعاب هذه الكمية. أنا أعتقد أن 900 ألف تدخل السوق مرة واحدة راح تعمل ربكة في السوق. لذلك إذا صار هذا الشيء يجب أن يجتمعون المنتجين ونرى كيف ممكن أن نتعامل مع هذا الموقف. ولكن ليس من السهل أن يعني تضخ 900 ألف برميل في يوم وليلة، أو 500 ألف برميل حتى في يوم وليلة. هذه العقود تحتاج إلى مشترين وتحتاج إلى اتفاقيات، وأنا أعتقد أنها سوف تأخذ وقت. ولكن أنا أؤكد لكم أن نحن كمنظمة أوبك ودول من خارج أوبك ودولة الإمارات ملتزمين دائما أن نقوم بما يتطلبه السوق منا للمحافظة على المكاسب اللي كسبناها وتوازن العرض مع الطلب. ففي بقدر المستطاع نحن كنا ملتزمين وراح نظل ملتزمين بالمحافظة على هذا التوازن. ومتغيرات كبيرة صارت وفرضيات كثيرة ممكن تصير في المستقبل، ولكن دائما نحن نجتمع ونقوم بما يلزم للمحافظة على هذا التوازن. هنا تتحدث عن مستويات الطلب، ويبدو بأن الصين هي لاعب أساسي خلال الفترة القادمة. معاليك للحديث طبعا عن مستويات الطلب التي بدأت تتراجع من هذا البلد الأكثر استهلاكا بالنسبة للنفط، هل ستبقى الصين هي المعادلة الأصعب خلال هذه الفترة؟ طبعا أكيد الطلب في الصين، وليس فقط في الصين، في دول أخرى بالعالم، لكن الصين اليوم عامل مؤثر على جميع الاقتصاديات العالمية. الصين النمو الاقتصادي في الصين كبير كان ولا زال مقارنة بكثير من الاقتصاديات الضخمة في العالم. فإذا تأثر إذا طالت هذه السجال أو المفاوضات التجارية أو التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، كل ما طول هذه المسألة كل ما راح تأثر على فرضيات الطلب المستقبلي على النفط، لأن سوف يفترض أن يكون في ركود أو انخفاض في الطلب. ولكن أنا أعتقد أن لما ننظر لجميع الأسواق، أنا أعتقد أن السوق أو الطلب على البترول موجود، أنه العالم يحتاج هذه الكوموديتي ويحتاج للاستثمارات المستقبلية فيها، فمحتاجين بس أن الوتيرة المفاوضات هذه بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تكون أسرع إن شاء الله. وأنا شخصيا متفائل أن هذه يعني طولت فترة كافية، وإن شاء الله أنها بتوصل إلى مرحلة من الانفراجات في المستقبل القريب، وينتج عنها إن شاء الله يعني معرفة لمدى الزيادة في الطلب على البترول المستقبلي. بعد الفاصل في النفط والطاقة، وزير الطاقة العماني لسي ان بي سي عربية: إنتاج النفط الصخري وصل إلى حدوده القصوى. بكم من جديد. على هامش مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد في أبوظبي، ناقش أبرز القادة اقتصاديات الهيدروكربونات والفرص والتحديات التي تواجه هذا الاقتصاد في ظل التباطؤ العالمي، فلنتابع سوياً.
التأسيس لصناعة طاقة أكثر ازدهاراً للوصول إلى اقتصاد منخفض انبعاثات الكربون كان أبرز ما نوقش في جلسات مؤتمر الطاقة العالمي المقام في أبوظبي، حيث تسعى العديد من الدول الصناعية للوصول بانبعاثات الكربون إلى الصفر، وهو ما يعد أكبر تحدٍ إذ ترتبط المرحلة الأولى من إزالة الكربون بتطوير تقنيات الطاقة النظيفة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، كما يعد الغاز الطبيعي من أبرز مصادر التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتطرق المشاركون في مؤتمر الطاقة العالمية إلى أهمية الحد من الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي في الوقت الذي لا تبدو فيه الجهود العالمية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة كافية للوصول إلى طاقة بدون انبعاثات كربونية بحلول العام 2050. وقال عضو لجنة جائزة الطاقة العالمية أنه يجب الاستغناء عن استخدام الفحم لصالح الغاز الطبيعي أو تحويله لغاز وتنقيته بحيث يمكن استخدامه كوقود لتوليد الطاقة بكفاءة عالية والتقاط الغازات الكربونية بنسبة 100%، وهذا ما يمكن تحقيقه بفضل تكنولوجيا ألام سايكل التي تسمح بحرق الغاز الطبيعي والتقاط ثاني أكسيد الكربون الذي يتم إنتاجه. ويعد البيان الصادر عن المملكة المتحدة حول التزامها بتخفيض حجم انبعاثات الغاز الدفيئة إلى الصفر وبحلول عام 2050 نت زيرو تارجت مثالاً واضحاً على أهمية دور اللاعبين الرئيسيين في سوق الطاقة، ويجب أن تركز الخطوة التالية على انتقال قطاع الطاقة العالمي من دعم إنتاج الوقود الأحفوري إلى دعم الطاقة المتجددة. ووفقاً لخطة التنمية المستدامة لوكالة الطاقة الدولية، فإن إجمالي الاستثمارات في تطوير وسائل توليد الطاقة والبنية التحتية والتي ستبلغ قيمتها 55 مليار دولار بحلول عام 2030 ستشكل الركيزة الرئيسية لمسيرة التحول في قطاع الطاقة. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الأرض في عام 2018 بنسبة 1.7% وإلى 33 مليار طن بسبب زيادة الطلب على موارد الطاقة والظروف المناخية القاسية. وتوقع الرمحي في مقابلة خاصة مع سي ام بي سي عربية أن إنتاج النفط الصخري قد وصل إلى حدوده القصوى وأن الإنتاج في العام القادم سيكون بنسبة أقل. التزام جيد الحمد لله، من بداية الاتفاقية إلى الآن الالتزام عادة أكثر من 100% يعني، وما زال وظن الجادين اللي شاركوا في هذا التخفيض، واحنا جزء من هذا الاتفاقية سلطنة عمان والأخوان هنا والآخرين يعني في الخليج والدول العربية والدول العالمية كلهم يعني، فاحنا راضين كثير على الوضع من ناحية الإنتاج ومن ناحية الالتزام الحمد لله. الاتفاق المفترض أنه ينتهي بشهر مارس القادم 2020، كيف ترى حاجة السوق لمزيد من التخفيض يعني، خصوصا أنه ما زالت الأجواء حول التوترات العالمية ما زالت مسيطرة على الأسواق حتى الآن؟ رأي شخصي أن ننتظر لغاية بداية السنة القادم ونشوف الوضع السوق. مؤشرات أنا أتفق معك أن فعلا السوق لا زال ضعيفة، فاحتمال كبير إن أقل شيء إن بنستمر على نفس التخفيض، ربما في أصوات من أعضاء الأوبك بلس لزيادة التخفيض، فإحنا جزء منهم فننتظر لغاية ربما في شهر نوفمبر ولا ديسمبر في فيينا عندنا اجتماع للكل يعني 24 دولة ونسمع أراء للآخرين، وسلطنة عمان طبعا مستعد لدخول في اتفاقية جديدة سواء لاستمرار والاتفاقية الجديدة لتخفيض الزيادة والاتفاقية لزيادة من الإنتاج بمصلحة المستهلك أول ومصلحة لنا احنا منتجين، لان هناك حاجة للاستثمار في قطاعات النفط والغاز، وضروري ان يكون السعر والانتاج عادل للجميع للمستهلك وللمنتج.
وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا في لقاء مع CNBC عربية إن مصر تستهدف الوصول بالاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس القادمة، وذكر بأن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة ساعدت على حماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار. احنا في البداية طبعا يعني سعداء بأن أبو ظبي استطاعت أنها يعني تحظى باستضافة هذا المؤتمر الهام الذي يعقد كل ثلاث سنوات، وبالتالي شيء يعني من اللي بيسعدنا كدولة عربية وكدولة من دول الأوبك، وكالحقيقة تاريخها في استضافة المؤتمرات العالمية يعني بيتحدث عن نفسه. الحقيقة احنا طبعا يعني دعينا لحضور هذا المؤتمر، وبما اننا يعني لا نتخلف عن هذه الدعوات وبصفة خاصة مع الأشقاء في الإمارات، ثانيا لأهمية الحدث وأهمية الطاقة وما يحدث في السنين الأخيرة. مشاركتنا كمصر في هذا المؤتمر الحقيقة من خلال حضورنا في حلقات نقاشية، وسنشارك في حلقة نقاشية هامة اليوم، وكمان أيضا عندنا لقاءات على مستوى هام من الوزراء وكذلك مع رؤساء الشركات والمنظمات الدولية. هي بتبقى فرصة طبعا جيدة جدا للاستماع إلى آخر يعني حلول وآخر مناقشات، لأن احنا في مثل هذه المؤتمرات الحقيقة وبالذات في مؤتمر الطاقة العالمي المرة دي بيحظى بمشاركة العشرات من الوزراء، وزراء الطاقة في العالم، ومن رؤساء الشركات التنفيذيين العالميين، وبالتالي يعني معظم متخذي القرار في الطاقة موجودين هنا هو في اليومين ثلاثة دول، وبالتالي بتبقى فرصة جيدة جدا لمبادلة الأفكار والاستماع إلى التحديات وكذلك الحلول والمشاركة في وضع الرؤى وتصور العام. فإحنا بنقول أنه بيبقى مهم جدا أن كل الناس دي موجودة في الكام يوم دول. كمان بتبقى فرصة للقاءات، وبتبقى يعني كم المعلومات الواحد بيحظى بيها وبيبادلها كمان مع زملائه ومع متخذ القرار في مدة قصيرة بيبقى هام جدا. مصر يمكن على عكس الأسواق الأخرى اللي دائما عم تستفيد من تراجع أسعار النفط بحكم يعني تخفيض ربما الاستيراد وفقا لهذه الأسعار اليوم، لكن إلى أي مدى ممكن نقول أنه أيضا مصر عم بتواجه هذه التحديات بحكم الحرب التجارية اللي مستمرة ما بين الصين وكذلك واشنطن؟ والله طبعا هو على صعيدين، الصعيد الأول هو الغاز، الصعيد الثاني هو طبعا المنتجات البترولية. بالنسبة طبعا المنتجات البترولية المعتمدة طبعا على تكرير النفط، ما فيش شك أنه انخفاض الأسعار في مصلحة بلد زي عندنا، لأنه لغاية دلوقتي احنا بنستورد حوالي 30% من احتياجاتنا، ولكن في نفس الوقت لما بينخفض إلى حد أكبر بتكون نتيجة أنه الشركات البترول التي تعمل في مصر في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج بتبتدي تتباطأ، لأنه طبعا ما بيبقاش في اقتصاديات، وبالتالي هي علاقة حساسة ما بين الأسعار ووضعها في المكان المناسب علشان ترضي المستهلكين والأسواق وكذلك المنتجين. في نفس الوقت احنا استراتيجيتنا زي ما حضرتك ذكرتي هو محاولة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي. طبعا احنا الحمد لله في العام الماضي وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاجنا من الغاز الطبيعي، بل بالعكس بدأنا نعاود استئناف التصدير من الغاز في شكل شحنات أو في شكل غاز من خطوط إلى الأردن الشقيق. لكن في نفس الوقت فيما يتعلق بإنتاج الزيت، إنتاج الزيت عندنا ليس كافيا لتغطية احتياجات البلاد، ومن ثم بيحدث هذا الاستيراد. احنا طبعا شغالين بكثافة جدا ومع التكنولوجيات الحديثة ومع معظم الشركات، سواء الشركات العالمية الكبرى أو متوسطة الحجم أو المستقلة، في تغيير النمط وأفكار والأساليب التي نعمل بها في عمل البحث والاستكشاف، بحيث ندخل التكنولوجيات الحديثة وندخل كمان أيضا مفاهيم جديدة لطبقات وتركيب جيولوجية جديدة عندنا في مصر، ولا سيما في الصحراء الغربية أو في خليج السويس. ومن هنا استراتيجيتنا أن احنا نحاول أن نصل في الفترة القادمة
الأربع سنين الجايين خمس سنين الجايين إلى اكتفائنا من إنتاجنا من الزيت الخام. طبعا ده تحدي كبير، ولكن الحقيقة إحنا بنكثف الجهود وبنشتغل بأسلوب بنغير كمان في الأسلوب النمطي بتاعنا أو اللي بيلجأ إلى البيروقراطية، بحيث نحن نقطع بيها ونقدر نتخطى حاجز الزمن أيضا. إنما في جميع الأحوال إحنا زي ما بنقول مع أعمال الإصلاح الاقتصادي اللي تمت عندنا في مصر مؤخرا، ومع ترشيد الدعم ومن هنا وإصلاح التسعير للوقود، كان نتيجة ذلك انعكاسه على الاستهلاك أيضا. فبالتالي إحنا نقدر نقول إن إحنا الكام سنة اللي فاتوا في العمليات الاقتصادية الأخيرة في الإصلاح اللي قضى فخامة الرئيس السيسي، إنه إحنا اشتغلنا في الوقت الصح، فبحيث إنه التحديات اللي بتحصل دلوقتي نقدر نقول إن إحنا وضعنا بقى أحسن شوية في إن إحنا نستطيع إن إحنا نتحمل التقلبات السعرية والتوترات العالمية، لأنه إحنا النهاردة أصبحنا في موضوع دعم المحروقات خرجنا منه، ومن هنا بدأنا نتكلم في إزاي نقدر بس نلبي الاحتياجات بدون ما يبقى فيه عبء كامل من خلال ترشيد الدعم أو من خلال زيادة أعباء الدعم على الدولة. مستحقات الشركات الأجنبية كانت حديث طويل يعني بالفترة الماضية، أكيد كل الشركات الآن عم بتواجه بعض التحديات مع انخفاض الأسعار، مصر وعلاقتها الآن مع الشركات كيف يمكن أن نتحدث عنها والمستحقات التي ما زالت؟ والله احنا بنعتبر نفسنا في احسن الاحوال دلوقتي في علاقتنا المتميزه مع الشركات التي كانت تعمل معنا وما زالت، والشركات الاخرى الجديده التي بدات تدخل الاسواق في مصر نتيجه الانجازات اللي تمت في الاربع خمس سنين الاخيره في قطاع الطاقه في مصر. وبالتالي ومن هنا وحضرتك تقول المستحقات، احنا كنا بنتكلم من 4-5 سنين في 6.3 مليار دولار، النهاردة بنتكلم فقط في 800 مليون دولار مستحقات للشريك الأجنبي، ومن هنا نقدر نقول إن إحنا تحسننا كثيرا، وده عوامل كلها محفزة ومشجعة، وزي ما بقول إحنا في أحسن علاقاتنا المثالية مع الشريك الأجنبي. التصدير ذكرت أنه اتجهت للأردن، في أسواق معينة عم تستهدفها مصر الآن من التصدير بالنسبة للغاز؟ أنا بتحدث كنت على الأردن لأنه مربوطين بها بخطوط أنابيب، فده الخط كجيران مربوطين بخط أنبوب. أما التصدير بنصدر من خلال شحنات من خلال محطة الإسالة اللي موجودة عندنا في إدكو في شرق الأسكندرية على البحر المتوسط، من خلال شحنات غاز مسال لكل الأسواق العالمية. كانت مشاهدينا هذه حلقتنا من برنامج النفط والطاقة لهذا الأسبوع، خصصناها لأبرز الأحداث في مؤتمر الطاقة المنعقد في أبوظبي. أشكر لكم حسن المتابعة، للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا cnbcarabia.com ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. إلى اللقاء.